نغني للسلام، نغني للمحبة، المحبة التي تجمعنا. في هذه الرسائل والكلمات أقامت جوقة القديس بنت ليمون بقيادة الدكتور جابي فداء جبور أمسية تراثية في مزار كنيسة مار الياس الغيور في صحنايا بعنوان رجعة الشتوية، ببركة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي وبحضور أهالي البلدة وعدد من رجال الدين. نحن عبرنا عن حضارة، نحن عبرنا عن إنسانية، نحن عبرنا عن موسيقى، نحن عبرنا عن كل شيء منقدر نعمله، ولكن بوقت من الأوقات غاب هالوجه، ما لأنه نحن ما منقدر نعمله، ولكن لأنه في غيرنا خرب علينا الشيء اللي نحن عنا إياه. فإن شاء الله سوريتنا بتضل مثل ما هي، ونحن إن شاء الله منضل منعبر عنا ومنعبر عن أنفسنا. ضمن شهادات اللي بتقدمها شبيبة هالوطن الواعي التي من عمق الحزن والألم تزرع البسمة والفرح في قلوب البشر، لنبقى صامدين وثابتين فوق تراب هذا الوطن، نشهد أنه أرض سوريا هي أرض الحضارة، أرض الفرح، أرض السلام، أرض المحبة، أرض الموسيقى التي توزع للعالم لغة ترقب الإنسان نحو الحياة الراقية والحضارية. نحن دائما بنحب ننشر الفرحه والبسمه، ونأكد انه كلياتنا واحد الشعب السوري. كثير انبسطنا اول شيء هون، وانبسطنا بوجود العالم وتفاعلهم الحلو معنا، وعن جد يعني كان شيء كثير حلو ومتميز، يعني لنا زمان ما اجتمعنا هيك وحسينا بهذا الفرح. اهالي بلده صحنايا عبروا عن فرحهم بالامسيه وبرساله المحبه التي جمعتهم بانغام الجوقه. كثير حلوين بجننوا، الله يعطيهم العافية. اليوم دخل الفرح لقلوبنا، اللي صار له زمان ما شفنا هيك فرح ولا. والفرقة حقيقة فرقة ناجحة كثير، والله يوفقهم يعطيهم العافية، شكرا. وبكتار بقلال بدنا نكمل باللي بقيوا، يعني رجعوا لنا الفرح لقلبنا، يعني يعطيهم ألف عافية. هيك إن شاء الله نضل أبناء المسيح ونضوي يعني العالم بنورنا. كثير حلوة خاصة بالهواء الطلق. سوريا تقدم صوتها الأبيض الذي يحمل رسائل السلام وتعلو به دوما من خلال أصوات الشباب السورية، وبروح محبة لن ينطفئ نورها.